لقد ظهر مؤخرا برنامج في القنوات الفضائية. لقد ظهر مؤخرا برنامج في القنوات الفضائية يسمى الأخ الأكبر، يجتمع فيه شباب وشابات من أبناء المسلمين في مكان مغلق لمدة 3 شهور، وقد تم اختيار عدد كبير من الفتيات السعوديات للمشاركة في هذا البرنامج الذي يدعو إلى الزنا والرذيلة والاختلاط، وتكون العلاقات المحرمة بين الشباب والشابات، علما بأن هذا البرنامج ترعاه شركات سعودية ويدار بأموال سعودية مثل حليب السعودية وغيره. فما هو موقفنا كعلماء وطلبة علم وخطباء تجاه هذا البرنامج الساقط؟ وهل يجب علينا مقاطعة المنتوجات التي ترعى هذا البرنامج؟ هذا منكر ظاهر. إذا تحققتم من هذا أو ظفرتم بإثباتات عنه أو ظفرتم ببرنامجه الذي وتخطيطه، فاكتبوا معه خطاب للمفتي وينظر فيه إن شاء الله. وأيضا كلموا أو اكتبوا الرئيس الهيئات، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واكتبوا لرئيس مجلس القضاء الأعلى، اكتبوا لهؤلاء جميعا، هؤلاء وهؤلاء، لكن بشرط أن تتأكدوا من هذا الشيء، وأن تصحبوا الخطاب بما يثبت هذا القول. أما مجرد الشائعات ومجرد أنه يقال كذا أو يقال كذا، هذا لا يبنى عليه شيء.